بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل مع بعض درس Settling and Segmentation. واحد من الإكويبمنت المهمة جدا في Settling أو Segmentation اللي هو Continuous Thickener أو Continuous Segmentation Tank. Continuous Segmentation Tank بتستخدم بشكل كبير في Industrial Applications، والفكرة بتاعتها بسيطة جدا. تعالوا كده نشوف. ادي الفيد سلاري اللي جاي خش في منتصف التانك وينزل، بحيث ان هو مكان دخوله للتانك بيبقى في، يعني نقدر نقول في التلت، بعد التلت الاولاني. ليه؟ عشان الطبقه الاولانيه دي كلها هي الكلير ليكويد، هنشوف بتيجي ازاي، ولكن بحيث ان هو ما يلوثهاش. فينزل هنا اهو، يبتدي يحصل سيتلينج، فالسوليدز تبتدي تنزل زي ما احنا شايفين، اللي هي سوليد اهي تبتدي تنزل، ودي اللي مقابله لو تفتكروا الزون دي اللي احنا اتكلمنا عليها في السيجمنتيشن. السوليد تبتدي تنزل والليكويد الري يبتدي يطلع اللي هو المقابل لزون دي، ويبتدي الليكويد الري يطلع هنا اهو بره في الايه الاوفر فلو لاوندر، الاوفر فلو لاوندر، ويبتدي يبقى هو ده بقى ايه الليكويد الري بتاعنا. السوليدز هتبتدي تنزل لحد ما توصل الى القاع، وفي عندي هنا اهو سكريبنج ميكانيزم، حاجه زي بليدز او يعني ريش كده اهو، بتلم السوليد او بتجمع السوليد من قاع التانك وبتوجهه ناحيه السلادج ديسشارج. تمام؟ السلادج ديسشارج طبعا مش بينزل بس سوليد، لا ده سلادج يعني سوليد وليكويد، يعني نقدر نقول ان في ليكويد، كميه من الليكويد بتنزل مع السوليد وتخرج بره هنا. تمام؟ طبعا الافضل بالنسبه لي تبقى كميه الليكويد قليله، عشان السلادج اللي يطلع هنا يبقى سلادج تخين وما فيهوش كميه كبيره من الليكويد عشان ما افقدش هذا الليكويد. وطبعا البليدز ديت او السكريبنج دوت بيتحرك بسرعه بطيئه جدا، بتجمع السوليد من قاع التانك وبتوجهه زي ما قلنا للسلادج ديسشارج. من الحاجات المهمه اللي عايزين نتعلمها هو ازاي اعمل ديزاين للثيكنر، وعشان نقدر او نفهم نعمله ديزاين ازاي لازم نتعرف على انواع الفلكسز اللي بتحمل السوليد من فوق الى تحت. في عندي نوعين من انواع الفلكسز، الترانسبورت فلكس والسيتلينج فلكس. طبعا عارفين كلمه فلكس معناها فلو ريت بير يونت اريا بير يونت تايم. ترانسبورت فلكس عباره عن ايه؟ الليكويد وهو بيتحرك من فوق لتحت عشان ينزل في جزء منه، طبعا عشان ينزل في الفتحه بتاعه السلادج ديسشارج بيحمل معاه بعض السوليد. تمام؟ فحركه الليكويد من فوق لتحت دي بنسميها ترانسبورت داون مود فلكس. طب حد هيقول لي طب بس هو الليكويد الرايق ده بيطلع فوق مش بينزل تحت. مظبوط، معظم الليكويد بيتحرك لفوق وبيطلع فيه الجزء الرايق والاوفر فلو، ولكن جزء منه بينزل تحت مع السلادج، عشان الفتحه اللي تحت دي مش بس هتنزل مجرد بارتكلز دراي، لا بينزل معاها ليكويد. النوع الثاني من انواع الفلكسز اللي هو السيتلينج فلكس، ده اللي جاي من ان السوليدز نفسها بتتحرك نتيجه فرق الدنسيتي ما بينها وبين الليكويد بتنزل لتحت. يبقى النوعين دولت هما نوعين بتوع الفلكس. يبقى التوتال جي اللي هو التوتال هيساوي الفلكس الاولاني اللي هو الترانسبورت داون وورد فلكس، طبعا بنعبر عنه بسرعه، سرعه نزول الميه من فوق لتحت يو، مضروبه في الكونسنتريشن بتاع السلاج، زائد دي زد باي دي تي اللي هي السيتلينج فيلوسيتي بتاع السوليد مضروب في الكونسنتريشن بتاع السلاج. طيب تعالوا كده نبص على الفلكسز. ده السيتلينج فلكس وده التوتال فلكس. تمام؟ تعالى كده نشوف سيتلينج فلكس مع الكونسنتريشن. السيتلينج فلكس كل ما الكونسنتريشن بيزيد، كل ما الكونسنتريشن بيزيد كل ما سيتلينج فلكس بيزيد. ليه؟ لان جي بتساوي دي زد باي دي تي مضروبه في الكونسنتريشن، وبالتالي كل ما الكونسنتريشن بيزيد في التناسب طردي. تمام تمام تمام. وبعدين يحصل ايه؟ يبتدي يقل. ليه بيبتدي يقل؟ لان السرعه اللي هي دي زد باي دي تي اللي هي ريت اوف سيتلينج قلنا ان هي بتبقى ثابته في الاول، عشان كده ده عمال يزيد، وبعد كده بتقل جدا جدا جدا. تمام؟ فاكرين الشكل بتاع السيتلينج
هايت مع التايم، كان الاول السيتنج ريت تقريبا ثابت وبعد كده بيقل جامد جدا، يبقى هنا السيتنج ريت ثابت مضروب في الكونسنتريشن يبقى التوتال بيزيد، بعد كده السيتنج ريت بيبتدي يقل جدا جدا، فلما بضربه في الكونسنتريشن حتى لو كانت الكونسنتريشن بتزيد بيبتدي يقل جدا جدا. ده عباره عن السيتنج فلكس. الترانسبورت فلكس اللي هو الخط المستقيم دوت بيزيد مع الكونسنتريشن، لان هو سرعه الميه اللي بتتحرك من فوق لتحت من خلال فتحه السلاج، وبالتالي دي سرعه ثابته، فبالتالي بتزيد مع الفلكس، الترانسبورت فلكس بيزيد مع الكونسنتريشن بشكل لينير. لو جمعت الاثنين دول على بعض، لو جمعت الترانسبورت فلكس مع السيتنج فلكس عشان اخد احصل على التوتال فلكس بيديني هذا الشكل. تمام؟ بيديني هذا الشكل. والزون ديت، الزون ديت بتبقى الديزاين زون، بتبقى الجزء اللي احنا بنعمل ديزاين عليه بحيث ان انا احصل على الديزاين المضبوط للكونتينوس سيتنج. تعالى كده نفكر مع بعض. احنا نفكر بعقليه المهندس اللي عايز يعمل ديزاين. انا عندي كميه من السوليدز عايز افصلها. اوكي؟ عندي فلوريد ده جيفن. انت في اي محطه فصل واحنا يعني في المود بتاع ديزاين يقول لي والله انا عندي فلوريد اسمه اف كذا متر مكعب بير سكند او بير اور وات ايفر، وفي تركيز سي نود من الماتيريال اللي احنا عايزين نشيلها. خلاص؟ فبالتالي الجزء ده جيفن. الكلام ده هيساوي الاريا مضروبه في التوتال فلكس اللي هو جي اس زائد جي تي، سيتنج زائد الترانسبورت. الليفت هاند سايد ده جيفن من الديفينيشن بتاع المساله، من الديفينيشن بتاع التاسك اللي احنا عايزين نعمله. السيتنج فلكس ده الكيرف بتاع السيتنج فلكس ده كيرف كاركترستيك للماده اللي احنا بندرسها. لكن الترانسبورت فلكس ده بيعتمد على الاريا. لو انا اخترت اريا كبيره قوي السرعه بتاعت اليو اللي هي الليكويد بينزل فيها من الفتحه بتاعت السلاج ديسشارج هتبقى قليله. تمام؟ لو انا اخترت اريا صغيره لا ده ايه السرعه بتاعت نزول الليكويد من فتحه السلاج هتبقى كبيره. طب اختار ثيكنر كبير ولا ثيكنر قليل ولا ثيكنر صغير؟ على حسب ايه؟ لو اخترت ثيكنر كبير هيبقى غالي بس السلاج هيبقى نازل هايلي كونسنتريتد، ودي ميزه لان انا السلاج دوت انا عايزه as concentrated as possible عشان اماكسمايز الميه اللي انا هحصل عليها او الووتر اللي انا هحصل عليه، وفي نفس الوقت ما اشيلش السلاج دي بالميه بتاعتها بكميات كبيره وتاخد مثلا مني ترانسبورتيشن بشكل صعب او بشكل غالي او هيحصل لها مثلا دامبنج في مكان هياخد مساحه كبيره او حجم كبير. خلاص؟ لو الثيكنر صغير يبقى ثمنه رخيص ولكن السلاج هيبقى الفوليوم بتاعه اكبر لان فيه كميه ميه اكبر، وبالتالي فهي تريد اوف ما بين غلو ثمن الثيكنر بالهاير اريا ورخص الثيكنر ولكن السلاج هيبقى كميته اكبر. تعالوا نشوف مع بعض ازاي جرافيكالي نشوف اختيارنا لديفرنت ارياز بيأفكت الكونسنتريشن عند البوتوم اوف ذا تانك او السلاج اللي طالع من تحت. تعالوا كده نشوف ده التوتال فلكس جي بيساوي السيتنج فلكس والترانسبورت فلكس. طب جيب جي تي الناحيه الثانيه يبقى جي ماينس جي تي اللي هو جي ماينس يو سي هتساوي جي اس. احنا اتفقنا ان السيتنج فلكس ده كاركترستيك كيرف للماتيريال اللي بيحصل لها سيتنج اللي هو الكيرف ده. اوكي؟ تمام؟ جي ماينس يو سي ده هنقول عليه الاوبريتنج لاين. الاوبريتنج لاين هيبتدي من الواي اكسس بجي نقطه معينه هنختارها، هنختار فلكس معين. احنا قلنا لو اخترنا فلكس كبير هتبقى الاريا صغيره ولو اخترنا فلكس صغير تبقى الاريا كبير. تعالوا نشوف لو اخترنا مثلا في نقطه واحد كيرف واحد ده اخترنا فلكس كبير هنعمل مماس للكيرف بتاع السيتنج فلكس
ليه مماس؟ عشان هما بيتلاقوا في الاوبريتنج بوينت او نقطة التشغيل. هنمد الخط المماس ده هنمده لحد ما يقطع الاكس اكسس او عند الواي اكسس بيساوي صفر، وهنلاقي هنا كونسنتريشن. ايه الكونسنتريشن دوت؟ كونسنتريشن اللي عند السوليد فلكس بصفر، اللي هو الكونسنتريشن عند البوتوم اوف ذا تانك. فالكيرف الاولاني ده هيدينا الاوبريتنج لاين الاولاني ده هيدينا تركيز، وليكن مثلا زي الرسمه دي زي مثلا 590 كيلو جرام لكل متر مكعب ك كونسنتريشن بتاع السلاج. اوكي؟ طيب تعال نختار جي اقل شويه، تعال نختار فلكس توتال فلكس اقل شويه وليكن عند النقطه دي. برضه هناخد مماس عشان يدينا الاوبريتنج بوينت، ونشوف هيقطع الاكس اكسس او النقطه اللي الواي اكسس فيها بصفر بكام، هيديني هنا تركيز ثاني وليكن 700. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا لما عملت اوبريشن عند فلكس قليل، سوري عند فلكس كبير، اهو فلكس كبير والاريا كانت قليله، انعكس ان الكونسنتريشن بتاع السلادج كان قليل بالمقارنه بالرن رقم 2 اللي الفلكس فيه قليل والاريا فيه كبيره، فكان الكونسنتريشن بتاع السلادج كبير. ودي ميزه طبعا، الكونسنتريشن بتاع السلادج كبير لانه بيوفرني في الديسبوزنج بتاع السلادج ده في مصاريف في النقل والدمبنج وهكذا. ولكن اون ذا اذر هاند الفلكس القليل ده بيعني اريا كبيره للتانك، وبالتالي انيشال كوست كبير. وطبعا اختياري ما بين واحد او اثنين او ثلاثه ده بيرجع للاندستريال اكسبيرينس والكوست اناليسيس.